قبل قليل وفر الوفد الكردي لرئاسة الهيئة الإدارية إلى الهيئة السياسية للتيار الصدري ربما أجروا مباحثات داخل أو داخل غرفة مغلقة بين التيار الصدري وبين الوفد الكردي لمناقشة الانسداد السياسي بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي. ربما هذا الوفد الكردي جاء لحلحلة بعض الأوضاع. هنالك ما يشير أن هذه الجلسة الأولى ستكون تداولية والجلسة الثانية والثالثة سيختار رئيس البرلمان ونائبه. أما هنالك من يرجح أن الجلسة الأولى ستكون أو سيخرج من صميمها رئيس البرلمان وسيكون له نائبه ورئيس الجمهورية. لحد هذه اللحظة المعلومات متضاربة ما بين الجلسة الأولى وكل مترتب الجلسة الأولى حتى المؤتمر الصحفي الذي يعني قاده نصار الربيعي أو كان هوشير زيباري لم يعطي معلومات أساسية ودقيقة حيث نعم. كانت هنالك انفراج للانسداد السياسي الذي وضع الإطار التنسيقي نفسه به. حاليا نشهد بعض العقدة السياسية بين التيار الذي يصر على أغلبيته الوطنية وبين الإطار التنسيقي الذي ما زال يصر أيضا على توافقيته. الإطار التنسيقي أو الوفد الكردي جاء لحلحلة هذه الأمور حتى يتسنى في الجلسة الأولى اختيار رئيس البرلمان نعم. ونائبه. أما هنالك معلومات متضاربة حول الجلسات الثانية لتنصيب رئيس البرلمان.